بالنسبة في إطار تهيئة المحيط بصفة عامة والنظافة، واللي تدخل في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لبلدية المقاطعة الـ11 استفادت من عتاد هام جدا، عتاد نتاع أشغال عمومية ونتاع نظافة. الدفعة الأولى كان تم توزيعها، والدفعة الأخيرة هذه اللي تشمل 23 شاحنة رصاصة دي بان تاسوز اللي باش تدعم بها البلديات باش تنظف المحيط وباش تتكفل برفع القمامات. احنا كنا تعرفوا عندنا مؤسسة مشتركة بين البلديات اللي راهي بدات تشغل، وهي اللي رايحة تستفاد من هذا العتاد اللي تحول البلديات راح تستفاد منه باش تستغلوا في النظافة.